ازيكم وعاملين ايه؟ الموبايل اللي في ايدي ده الاونر اكس 9 بي سعره انهار ونزل اكتر من 8000 جنيه في السوق المصري في يومين ثلاثه، فده من وجهه نظري خلاه موبايل جديد ودخيل جديد على الفئه المتوسطه عندنا، لان الاول كان سعره معدي ال 20000 جنيه 21000 جنيه، فمفيش منافس اصلا تقارنه بيه، يعني حتى اي موبايل هتنافسه بيه هتقول لا الموبايل ده ما يستاهلش السعر بتاعه، بس لما سعره نزل ده كله واتحط في الفئه اللي الناس كلها بتدور عليها اللي هي فئه ال 12000 وال 13000 جنيه، قلت لا، قمت نازل كده زي الشاطر شاريه على حسابي، فالفيديو ده لا هو اعلان ولا مدفوع من شركه ولا انا قابض من شركه ولا الكلام اللي انتوا بتكتبوه في التعليقات ده خالص، شاريه على حسابي، فاللي هتسمعه هقوله لك كمان شويه ده رايي الشخصي في الجهاز من تجربتي ليه، وفي نهايه الفيديو كالعاده هقول لك تشتري الموبايل ده ولا في بدائل ثانيه افضل منه، بس طبعا تقديرا للمجهود ده بقى مش عايز افكركم بقى باللايك الجميل وتشترك في القناه لو مش مشترك عشان يوصل لك كل جديد بنزله او البول، انا عمر من قناه اوبي تيك، وتعالى اما اقول لك ايه اللي عجبني في الجهاز ده ويخليني اقول لك بسرعه انزل اشتريه حالا والحقه قبل ما سعره يرفع ثاني، وايه برده اللي ما عجبنيش واللي بالمناسبه الحاجات اللي ما عجبتنيش دي لوحدها انا هعمل لها فيديو منفصل عشان تكونوا عارفين يعني. يلا بي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده مبدئيا الجهاز ده نقطه الدعايه الخاصه بيه اللي هي من الاخر ايه الميزه رقم واحد واللي الشركه بتتباهى بيها قصاد كل الشركات هي جزئيه الماتيريالز والتصميم بتاع الجهاز ده، لان بغض النظر ان الجهاز ده فيه منه نسختين، نسخه بلاستيك زي اللي معايا دي باللون الاخضر والنسخه لونها برتقاني او اورنج دي جايه بظهر مصنوع من الجلد، ولكن كل نسخ الموبايل الفريم بتاعها من البلاستيك بالكامل بسمك نحيف بيوصل ل 7.9 ملم ووزن محترم جدا 185 جرام. كل ده الغريب فيه ان الجهاز ده جايب بطاريه 5800 ملي امبير اور، والبطاريه دي هنتكلم عنها قدام، ولكن بالبطاريه الكبيره دي وان الجهاز يجي بالسمك الرفيع ده والوزن الخفيف فدي بصراحه حركه احيي اونر عليها، وعلى فكره اونر وهواوي من الشركات اللي انا شخصيا بحبها وكنت حزين لما اترفع منهم خدمات جوجل، بالاضافه لان الشركه كمان ما تخلتش عن الاي بي 53 اللي هو معيار الحمايه البدائي اللي بيديك مقاومه لطرطشه الميه، القطرات الخفيفه، العرق لو انت بتتكلم مثلا وجع على الموبايل، كل ده ان شاء الله في الموبايل تمام مفيش فيه اي مشكله، ولكن الكلام ده كله ممكن نلاقيه في اي موبايل تاني عادي. اللي مش عادي بقى ان الجهاز ده واخد حمايه او شهاده بتقول ان الجهاز ده محمي 360 درجه، يعني من الاخر كل جوانب الجهاز ده محميه من ايه بقى ومين اصلا الليد ده الشهاده دي؟ اولا الليد ده الشهاده دي للموبايل ده هي شركه سويسريه اسمها اس جي اس، والشركة دي كل مهمتها بس انها بتعمل تيستنج واختبارات عنيفة كده شوية على الجهاز بحيث تحدد مدى الصلابة بتاعته، هي بتعمل حاجات تانية غير الموضوع ده ولكن دي من ضمن اختصاصاتها، وعلى فكرة الشركة دي مش شركة صغيرة، دي شركة أرباحها مليارية، والخمس نجوم اللي الشركة ادتهم للموبايل ده بيترجموا لأنه يستحمل السقوط من على مسافة متر ونص على أي أسطح أيا كان، حتى لو السطح ده صلب جدا زي الرخام مثلا، وعلى أي أوجه من الأوجه الستة بتاعت الجهاز، سواء اليمين الشمال فوق تحت الشاشة أو ورا، أيا كان الجانب اللي هيقع عليه فهو محمي منه. وفي جزئيه الشاشه دي حتى انت مش لازم تركب طبقه حمايه، هو اوريدي واخد شهاده من غير طبقه حمايه، ولكن ما اكدبش عليكم اختبار زي ده انا ما اقدرش اعمله دلوقتي لان شاري الجهاز على حسابي وهضطر ابيعه بعدين، فلو في حد من مسؤولين الشركه شاف الفيديو ده وحب يبعت لي مثلا نسخه ابتدي اكسر فيها كده واجرب مش هيكون عندي مشكله. وبالرغم من الحمايه الشديده اللي على الجهاز ده الا ان هم ما اهملوش جزئيه التصميم او الشياكه والفخامه اللي جاي بيها الموبايل ده. الجهاز فعلا تصميمه فخم وشيك وما يقلش حاجه عن تصميم اي موبايل فلاجشيب او اي موبايل رائد، بحلقه كبيره كده بارزه عن ظهر الموبايل ودي اللي فيها الكاميرات، وعامله شبه الساعات السويسريه الغاليه، وحوالين الدايره دي اطار فضي، ولو انت معاك النسخه البرتقاني من الجهاز فالاطار ده هيكون ذهبي مع كلمه ماتريكس كده واي اي فيجن كاميرا محفوره جوه، وحواليها الثلاث كاميرات بتوع الجهاز والفلاش. صراحة الظهر المطي او اللون المطفي في الجهاز ده شكله شيك قوي 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 وعاجبني زي ما انتم شايفين كده، بالاضافه اللي من قدام واللي بيكمل التصميم بتاع الجهاز ده هي الشاشه الكيرفد المنحنيه، شاشه جميله جدا من نوع اموليد بمقاس 6.7 بوصه بريزوليوشن 1.5K او 1.5K، فالميكس ده يديك شاشه فيها كونتراست عالي، الوان ساتوريتد كده ومشبعه وحلوه قوي للعين تتفرج عليها، والموبايل ده فعلا من كتر ما الحواف بتاعته كمان صغيره هيخطف عينك كده يخليك حابب قوي تتفرج على محتوى على الجهاز ده، بالاضافه للتردد العالي ل 120 هرتز والبي دبليو ام اللي بيوصل ل 1920 وده اللي بيقلل الاجهاد على العين بتاعتك وانت بتتفرج على الموبايل ده، مع ريفرش ريت بيوصل ل 120 هرتز، يعني سلاسه هنا بقى مش محتاج اقول لك ال 120 هرتز سلاستها عامله ازاي قصاد اي شاشه ثانيه 90 او 60، مع سطوع تلقائي تحت اشعه الشمس بيوصل ل 1200 نتس او 1200 شمعه، وبصراحه سطوع الشاشه دي ممتاز قوي ومش هيضايقك خالص لو شغلك مثلا في الشمس او بره البيت اغلب الوقت، فما اكدبش عليك ولحد دلوقتي انا مش لاقي عيب لا في التصميم بتاع الجهاز ده ولا في الشاشه اقدر اقوله لك، زي ما انت سمعت مفيش اي نقص تقريبا، ولكن احنا كده خلصنا الجوانب الجميله في الجهاز والجوانب اللي الشركه بتركز عليها، هنبتدي بقى نخش كمان شويه في الحاجات اللي الجهاز مش قوي فيها، لاننا دلوقتي ختمنا جزئيه الشاشه ولكن اللي بيكمل الشاشه ومشاهده المحتوى هي الصوت، فالصوت في الجهاز ده ايه اخباره؟ السماعات في الجهاز ده احاديه، يعني مونو سبيكرز مش ستيريو سبيكرز، يعني من الاخر بتتفرج على فيلم، بتلعب لعبه، الصوت هيطلع لك من جهه واحده فقط،
يسهل كتمها. لو انت بتلعب لعبة مثلا وماسك الموبايل كده خلاص انت كتمت السماعة وخسرت الصوت. طب جودة السماعة الأحادية دي كويسة؟ بصراحة هي مش وحشة، ولكن لو هقارنها بأي سماعة ستيريو أو أي صوت من موبايل تاني بيدي صوت مجسم ومحيطي طبعا طبعا هيغلبوه. الصوت هنا مش مجسم، البيز أو الدبة مش قوية قوي، بس الشركة يعني إرضاء للعميل اللي هيشتري الجهاز ده حتى جوه العلبة بتاعته سماعة. فاكرين من امتى؟ من زمان ما بقاش في سماعات اصلا متحط جوه البوكس ده. الشركات خلاص بقت بتشيل الشواحن وشويه شويه وهيشيلوا البوكس كله ويدونا الموبايل كده ايه بالاستيكر بتاعه. ولكن اونر بصراحه مشكوره، حتى سماعات محترمه سلك جوه الجهاز ده مع الكونفرتر اللي بيحول من التايب سي لل 3.5 ملي عشان تحط السماعات بتاعتك. والسماعه بصراحه مش وحشه، ولكن هتقول لي يعني انت كده مرضي؟ هقول لك لا، انا كنت عايز سماعه ستيريو. الا اصحاب الجنه اصحاب الجزئيه اللي بعد كده هي جزئيه التصوير والكاميرات في الموبايل. لما تبص على الموبايل تلاقي الشكل بتاع الكاميرات كده ياخد عينك، فهل تجربه التصوير في الجهاز ده تاخد العين برضو؟ هقول لك. سيت اب الكاميرات هنا مكون من 3 كاميرات خلفيه، سنسور الرئيسي بدقه 108 ميجا بكسل، والسنسور ده ما فيهوش اي نوع من انواع التثبيت الالكتروني او التثبيت البصري، يعني من الاخر ما عندناش هنا او اي اس او مانع اهتزاز، وده اللي بيساعدك كتير لو انت بتصور فيديو مثلا، بتحب تصور فيديوهات بره الشارع الفيديو يطلع ناعم كده شويه ما فيهوش الهزه بتاعه الايد، او لو بتصور صوره نايت مود او صوره في الاضاءه الضعيفه وايدك بتعش سنه، السنه دي الاو اي اس بيشيلها، فده يصنف عيب لان اغلب المنافسين دلوقتي فيهم او اي اس. تاني مستشعر وهو خاص بالكاميرا الالترا وايد التصوير الواسع، وده بدقه 5 ميجا بكسل مش اعلى حاجه، والكاميرا الثالثه 2 ميجا بكسل خاصه بالماكرو او التصوير القريب. وتجربتي بقى مع تصوير الجهاز ده كانت كالتالي. بالنسبه بقى للصور اللي بتطلع من السنسور الرئيسي، فالصور اللي لقيته فيها ان ال HDR بالنسبه لصور النهار مظبوط، الصور لا هي بتضرب وتلسع ولا هي غامقه، والتفاصيل بصراحه مقبوله، مش اكتر تفاصيل هتاخدها في الموبايل ده لان المعالجه بتقللها حبتين، ولكن بصراحه الالوان جميله والكونتراست عالي حبتين. اما بالليل بقى فصور وصور، صوره تطلع ممسوحه وصوره تانية كانت مقبوله على الفئه السعريه دي. وبالنسبه بقى لصور البورتريهات وتصوير الاشخاص، فالسكين تون بصراحه لطيف والتفاصيل جميله، حتى ده بان في صوره البتنجانه دي، حتى العزل محترم بصراحة، ولكن بالليل بقى الصور برضو نفس المشكلة، بتطلع ممسوحة حبتين ومظلمة شوية. وبالنسبة للصور اللي بتطلع بالكاميرا الالترا وايد فهي جيدة بالنهار، بس ألوانها بهتانة حبتين وتفاصيلها مش أحسن حاجة من وجهة نظري. وبالنسبة لكاميرا السيلفي في الجهاز ده فهي 16 ميجا بكسل، تعال اما اوريك كده تجربتها عاملة ازاي. ولو بصيت معاك على الكاميرا السيلفي فبصراحة بقى دي تفاصيلها ممتازة ودي اللي عجبتني قوي، السكين تون برضو ممتاز. ال HDR مشكلته بيضرب في اغلب الصور، يعني المشكلة دي ما كانتش موجودة في الكاميرا الخلفية ولكن موجودة في الكاميرا السيلفي، وبالذات بتحصل لو مصدر الإضاءة قوي حبتين، بس سواء بقى بالليل أو الصبح فهي تفاصيلها ممتازة. كده أكون كلمتك عن الكاميرات الخاصة بالجهاز، ولكن في نقطة مهمة قوي ونقطة جوهرية لسه ما اتكلمناش عنها، وهي نقطة الأداء والمعالج. مبدئيا وعشان نكون عارفين، فالجهاز ده مش موجه أصلا للشغل التقيل أو للألعاب أو للكلام ده، ولكن هل ده معناه إن الجهاز ضعيف؟ لا، الجهاز ده جايب معالج من شركه كوالكوم والسناب دراجون 6 جن 1، معالج جميل بيحقق اكتر من 480 الف نقطه اداء، والحقيقه ان المعالج ده ما قصرش معايا في اي حاجه، سواء بقى شغل السوشيال ميديا، شغل الاستريمنج ومشاهده المحتوى، التصفح، الالعاب، كل ده بصراحه على الموبايل ده كان سلس وجميل جدا جدا جدا، حتى باختبار الخنق او الثروتلينج تيست على الجهاز ده، فالاداء ما كانش بينزل اكتر من 85 او 90%، وده رقم ممتاز في جهاز في الفئه دي. بس اللي ساعد بقى الكلام ده كله هو السوفت وير اللي جاي في موبايلات اونر. الجهاز ده اول ما تطلعه من العلبه بقى دلوقتي هينزل لك التحديث الجديد اندرويد 14 مع احدث واجهه من اونر وهي الماجيك او اس 8، واللي حرفيا انا لما مسكت الموبايل حسيت اني ماسك ايفون. السيرش وشكل الايقونات وشكل النوتيفيكيشن بار، في حاجات كتير في الجهاز جاي تحس ايه ده ايفون ده، ولا عارف انت في السوفت وير كده رامي ناحيه الاي او اس بتاع الايفون. بس بصراحه في شويه فيتشرز حلوه نزلت كمان في اندرويد 14 زي الماجيك كابسول اللي بتطلع لك شريطه سودا كده فوق وانت بتعمل تسجيل مكالمات او بتعمل ريكوردنج لاي حاجه او انت عامل تايمر، عامله شبه الدايناميك ايلاند كده بتاعه الايفون برضو. وفي خاصيه جميله قوي عجبتني في الجهاز ده اسمها ماجيك تكست، بتحول لك النص اللي في اي صوره لتكست تقدر تعمل له كوبي وتحطه في اي حته بقى. وعندك كمان الفايلز انلارجمنت او تصغير وتكبير الايقونات على الواجهه الاماميه. فبصراحه السوفت وير هنا على الجهاز ده مستقر لابعد حد مع معالج متوسط ممتاز، فالجهاز ده عدى مني كده في نقطه الاداء. بس دلوقتي بقى بصراحه عايز اقول لك على حاجه مبهره في الجهاز وجميله وحاجه تانية سلبيه، الا وهي البطاريه والشحن. بص بقى، الجهاز ده بطاريته 5800 ملي امبير اور،
بطاريه عملاقه وفعلا من اكبر الموبايلات اللي موجوده في الفئه السعريه دي. البطاريه بتقدر تصمد معاك لبص يعني انت لو استخدامك خفيف تقعد معاك 3 ايام مستريح، لو استخدامك خفيف يعني لو بتمسك الموبايل كده مثلا ساعتين في اليوم 3 الكلام ده، ولكن لو استخدامك تقيل فهتقضي معاك اليوم مستريح وممكن كمان تشحنه تاني يوم. وده اللي كان بيحصل معايا. البطاريه فعلا الكبيره مع المعالج الموفر للطاقه ده هيدوك تجربه استخدام رائعه في تجربه البطاريه. ولكن اللي مش رائع بقى هي تجربة شحن الجهاز ده. الجهاز ده بيجي معاه شاحن في العلبة بقدرة 35 واط. ففي عصر خلاص بقى كل الشواحن 67 45، في شواحن 120 و150، ف 35 واط دي بتخلي الجهاز بيشحن في حوالي ساعتين تقريبا. ده رقم كبير جدا 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 وعيب سيء في الجهاز ده. اما انت لو مش فارق معاك بتسيب الموبايل يشحن بقى وتروح تعمل اشغالك او بتسيبه يشحن وتخش تنام فمش هيفرق معاك الكلام ده. ولكن لو انت واحد دايما مستعجل وبتحب الشحن السريع فالجهاز ده اكيد هيضايقك. واخيرا بقى شوية فيتشرز كده وحاجات تانية موجودة في الجهاز، زي مثلا ان تجربة الشبكات في الجهاز ده سواء الواي فاي او شبكات المحمول رائعة 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 ومن احلى واقوى الشبكات في الموبايلات اللي جربتها بصراحه في الفئه السعريه دي. عندك برضو البصمه المدمجه في الشاشه او الفيس ريكوجنيشن او التعرف على الوجه، كل دول بصراحه بيعملوا في الجهاز ده بكفاءه تامه. البصمه هنا ادائها صاروخي، بتفتح في اجزاء من الثانيه، مش هتواجه فيها اي مشكله. واللي ممكن تواجه فيه شويه بقى مشكله دلوقتي هو مستشعر المكالمات. الجهاز ده ما فيهوش بروكسيمتي سنسور، وده المسؤول عن انه يطفي الشاشه لما تقرب الجهاز ده من ودنك اثناء الاتصال او اثناء سماع ريكورد على الواتساب او الماسنجر اي حاجه. هنا السنسور ده سوفت وير، فانا بصراحه في تجربتي يعني لما كنت بتكلم مكالمه او حاجه ممكن ارفع الموبايل على وشي بصراحه كان بيطفي، ولكن لو انا مثلا كان في ايدي حاجه مشغوله فبسيب الموبايل على كتفي واجي اقرب له كده مثلا وشي ما كانش بتطفي. ليه؟ لان السنسور هنا مش بيعتمد على انك مثلا لما انت بتقرب هو بيطفي، لا هو معتمد على حركه ايدك في حته الرفع لودنك، فانت لو ما عملتش الحركه دي الشاشه مش هتطفي، فانت لكن لو انت اللي قربت له مش هيطفي خالص. اتمنى تكون وصلت بكده. اكون قلت لك كل حاجه تخص الجهاز ده ما عدا حاجتين اتنين، رأيي الشخصي في الجهاز والسعر بتاعه. فلو همسك السعر الاول كده نتكلم عنه، الجهاز ده سعره نزل من 21000 او 20000 جنيه، دلوقتي حاليا بيتباع من 13000 ل 14000 جنيه، وفي اماكن تانية لسه بتبيع ب 14100 14200، ولكن ده متوسط السعر بتاعه، يعني نقول المتوسط 13800. فالجهاز محطوط وسط عتاوله كده موجودين في الفئه السعريه دي زي الرينو 12 اف، زي الريلمي 11 برو، زي الرينو برضو 11 اف، في كذا موبايل في الفئه السعريه دي. ولكن بصراحه من وجهه نظري الحاجات اللي تخليك تشتري الجهاز ده، اولا الشاشه الرائعه اللي من افضل الشاشات الموجوده في الفئه دي كلها، قد تكون الافضل كمان على الاطلاق في الفئه دي. يعني الموبايل اعتمادي بشكل مثالي، يعني جزئيه الشبكات فيه 10 على 10، السوفت وير مستقر و10 على 10، مقاومته الشديده للسقوط والصدمات والخرابيش والكلام ده يخلوه مثالي للاعتماديه، فدي نقطه ما نقدرش نتجاهلها. والبطاريه العملاقه اللي بتصمد معاك لمده يومين كاملين لو استخدامك متوسط. ولكن لو يهمك مثلا تجربه الالعاب فقط ففي موبايلات تانية افضل منه، يهمك تجربه التصوير فقط ففي موبايلات افضل منه، ولكن كجهاز اعتمادي الجهاز ده من الافضل في الفئه السعريه دي. بس ده كان رايي الشخصي. المهم رايك انت عايزك تكتبولي تحت في التعليقات دلوقتي حالا وتقولي شايف اللي انا بقوله صح ولا غلط، واحب قوي نتناقش سوا. وانا عمر من قناه اوبيتك واشوفكم في فيديو جديد. سلام.